مصر كان يضرب بيها المثل في الجمال وطريقة تعامل شعبها وثقافته ولياقته وحلاوته وتعاطفه قبل الحكم العسكري. وأي حكم عسكري بغيض وصل الشعب لكده. على فكرة ألمانيا وصلت لمنحة أسوأ من ده تحت حكم هتلر اللي كان العبيط ابن العبيطة بيمثل السيسي بيه رئيس برطمانه النجس. الألمان اتدمرت شخصيتهم واتدمر أدائهم وبقوا فيهم جزء رهيب حيواني تحت حكم هتلر. الناس على دين ملوكهم. القهر والحكم الشمولي والديكتاتوري قادر على قتل كل شيء جميل في النفس البشرية. للأسف هكذا وصلنا. السيسي عشان ينفي انه فاسد ومن كتر ما عنده فراغ راح يعمل هذا المشهد مع المتقدمين للكليات العسكرية. حضر كشف الهيئة العميل الصهيوني. تابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، والذي يتم من خلاله اختيار أفضل العناصر لنيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة. وناقش الرئيس السيسي عددا من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات التي تدور على الساحتين الداخلية والخارجية، كذلك بعض المعلومات العامة عن تاريخ مصر وما شهدته من نهضة تنموية في مختلف المجالات، معربا عن سعادته لما لمسه من فهم واع وإدراك صحيح من شباب مصر لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات قد تؤثر على أمن مصر القومي. وأكد الرئيس السيسي أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين الآلاف بكل نزاهة وحيادية من كافة فئات المجتمع المصري. يشك في صوابع إيديه، عاوز يشوف الطلاب الجدد بيفكروا هيبقوا ضده وضد الحكم العسكري ولا لا. يسألهم رأيهم في اللي يحصل في مصر والوطن العربي عشان يلمح أي سنة كرامة فيسحقه ويرميه بره. عايز يقنعنا ان ولاده دخل منهم اتنين في الجيش والتالت في البترول وبقوا يتصدروا المخابرات والرقابة، وقرايبه واولاد ونسايبه واخواته واولاد اخواته كلهم من غير واسطة العميل النجس. الاولاد بقى؟ الاولاد عندي 4 اولاد. ربنا يخليك. 3 اولاد، محمود ده الكبير، مصطفى ده اللي بعد منه، حسن الثالث، وآية الأخيرة. اشتغلوا فين يا فندم؟ محمود بيشتغل في المخابرات العامة، ومصطفى بيشتغل في الرقابة الإدارية. المشكلة إن مصر فوق 100 مليون، وفي 150 مليون عارفين إن الغالب الأعم الأغلبية الساحقة من هذه الاختيارات في الكليات العسكرية وغيرها بيتم بكوسة كاملة. حتى المدني احنا عندنا ولاد الدكاترة بيبقوا دكاترة، ولاد العمدة بيبقوا بيكملوا في المشوار، وهم بيبقوا الأوائل. بلد لا حق فيها على الإطلاق، لا موهبتك هتخليك تشتغل ولا دراستك ولا نتائجك ولا تكر، كل ده مفقود في مصر تماما. ده تسريب كان انفرد دي قناة الشرق لوزير الداخلية محمد إبراهيم قبل كده، كان بيحكي فيه ازاي بيتم دخول الناس في كلية الشرطة في مصر. لما طلع معايا فندم وكيل أمن مركز الجيزة، كنا بنعزك حضرتك اللي هي طلب شخصي تعرضت على السيد مساحم، و كان خاص بابني حضرتك. اعتقد ان انا المرة دي انا في قبول الشرطة. أنا عارف، أنا خدت كل، حتى كان في كلية الضباط المتخصصين كان في مجموعة من أبناء الضباط مثلا التنظيم والإدارة عايز 3، فلقيت مثلا متقدم من ولاد الضباط مثلا 12 ولا 26، فروحت معدل قرار التنظيم والإدارة عشان آخد 26، إنما اللي قال لي عليه أشرف سياحة وفنان، مش كده؟ طب اشوف التخصص. حاضر. اشوف هذا التخصص. حاضر. انما تاكدوا انا مفيش، لا شكرا لحضرتك يا ماشي حاضر، لا مفيش لا
ابن ضابط او قريب ضابط قريب او اخو ضابط او ابن فرد. يعني حتى في امناء شرطه انا خدت ابنائهم وظباط الشرف خدت منهم. مفيش حد ما خدتش منه. تاكدوا ان اللي انا ما خدتوش في حاجتين طلعوا. ما ده المبدا في مصر ومصر كلها عارفه كده. عبيد باعداد مهوله وطبقه اسياد. قال لك مفيش ابن ظابط او اخو ظابط او ساكن في الشارع اللي فيه ظابط او ابن فرد احنا ما خدناهوش. يتبدل ايه؟ اتفضل ثلاث كراسي يتاخدوا لناس تدفع فلوس كبيره قوي ويكونوا معرضين وخدامين للنظام. ده وزير الداخليه. او قريب ظابط قريب او اخو ظابط او ابن فرد. يعني حتى في امناء شرطه انا خدت ابنائهم وظباط الشرف خدت منهم. مفيش حد ما خدتش منه. تاكدوا ان اللي انا ما خدتوش في حاجتين طلعوا. يا اما عينت العينه بتاعته وجات ايجابي مخدرات، يا اما في حاجه سياسي في العين. الجنايه انا ضاغطينها من زمان. يعني في البعض انا اسف بيبقى فيه مسجلين مثلا في العيلة، واحد مثلا كان جد، واحد مش عارف خال، واحد السوابق والمعلومات دي انا تغضيت عنها. يعني عملت تغضيت عنها وركنتها جانبا. انما لما الاقي مثلا عمه قياده في الاخوان او يعني في حاجات كانت صارخه انا ما خدتهاش. حتى اللي طلعوا عينات مخدرات ايجابي من ابناء الضباط انا قلت لمحمود جمعه يجيبهم تاني ويعيد الكشف عليهم، ولو جات العينه سلبي حدا خرج. اتفضل. كلنا بنسقف، كلنا بنسقف حقيقه. قال لك وادي له فرصه ثانيه يعدل نفسه، هيجي كشف كمان اسبوعين ويوقف بس تعاطي المخدرات الاسبوعين دول وشويه حاجات بتعمل كده ان شاء الله. لو طلع سلبي هناخده. كشف خطركم اي جهد ان شاء الله كله هيتاخد. الحوار العبثي نكمل مع وزير الداخليه والحوار دي مصر. حواره العبثي ايه الموضوع؟ ما انا ارد عليك. قول ابن اخوك تاكد في حاجه. يعني انا هقول لك حاجه، روح راجع احمد جاد ماشي، خلي اشرف يراجع احمد جاد يشوف سبب. خلوا بالكم ان انا رجعت بالاسم. يعني انا الحاجه الوحيده اللي رجعتها في دخول كليه الشرطه اقارب وابناء الضباط والافراد واحد واحد ولم استخدم. زي ما السيسي كان بيعمل النهارده بيراجعوا بالاسم نقاوه. ليه؟ عشان الافضل والاجمل والاحسن والانفع لمصر. لا والله، انت تعلم وانا اعلم وهي تعلم وكلنا نعلم انه عشان تفضل طبقه الاسياد نقيه وطبقه العبيد حقيقه ياكلوا في بعض. ولنا في ابن عامل النظافة عبرة. حتى وزير العدل بيعمل كده. خلوا بالكم ان انا رجعت بالاسم. يعني انا الحاجة الوحيدة اللي رجعتها في دخول كلية الشرطة اقارب وابناء الضباط والافراد واحد واحد ولم استبعد احد الا النقطتين اللي انا قلت لك عليهم. يعني حتى المجموع ما بصيتلوش. يعني في واحد من الخارج جاي 90% ممكن ما يكون ما خدتوش، وخدت ابن الضابط اللي جاي 65%. فانت راجع مع احمد جاد، واذا كان في الحالتين اللي انا بقول لك عليهم ليها نظر. اكيد انت قريبه فيهم حاجه. شوفوا يا جماعه النزاهه والشفافيه، ده من اجتماع وزير الداخليه مع الضباط، ده تسريب زعناه قبل كده. ابو 90% بقول لك هذا هو اليقين. ما تاخدش، تاخد ابن الضابط. شوف 90%، شوف وارد جدا اللي جاب 90% ده امه تكون بتشتغل وابوه بيشتغل وابوه بيشتغل شغلانتين ثلاثه وبيقطعوا من لحم الحي عشان يعلموه ويحفظوا له وينجحوه ويوفروا له الجو المناسب ويقطعوا من قوتهم عشان اللي بيحصل عشان يتفوق.
ما فيش حاجة بتضيع عند ربنا، لكن بتضيع في مصر. كل ده بيترمي في الوباء. أبو 90-95 خسئة وخسئة من رباه. أبو 50% محدش يطلع على قفاه. يعني حتى المجموعة ما بصتلوش. يعني في واحد من الخارج جاي 90% ممكن ما يكون ما خدتوش، وخدت ابن الضابط اللي هي 65%. فأنت راجع مع أحمد جاد، وإذا كان في الحالتين اللي أنا بقول لك عليهم ليها نظر، أكيد أنت قريبة فيهم حالة. طب اتأكد بقى لكم مخدرات. اتأكد مع أحمد جاب وما فيش مشكلة. يعني أنا عندي بنت وحيدة حضرتك، حضرتك عينت يا عم معايا معايا خدمة معايا عينها يا عم. بقول لك مشهد عبثي بامتياز. هي دي مصر. لسه بعتلي بيقولوا لي فكروني، يعني بشكرهم جدا. السيسي نفسه دخل الكليه الحربيه عن طريق الثانويه العسكريه، ودي سكه مختلفه تماما امتحانات القبول. وزي ما تحدث السيسي يطلع ملف قبوله ويحكي الحكايه وكيف صارت وكيف اصبحت. الوضع في مصر مخزي الحقيقة بكل الأشكال. النهاردة المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اتكلمت عن اعتقال الناس في مصر بسبب موبايلها، وتحدثت تحديدا عن اللي حدث مع إسراء عبد الفتاح كواحد من عشرات الآلاف من مشاهد القهر والقمع للإنسان في مصر. Once again, we remind the Egyptian government that under international law, people have a right to protest peacefully and a right to express their opinions, including on social media. On the 12th of October, plainclothes security officers arrested Ezra Abdel Fattah, a journalist and prominent human rights defender in Cairo. Ms. Abdel Fattah was taken to an undisclosed place where she was reportedly beaten because she refused to unlock her mobile phone. وضع حقير في بلادي. زي المشاهد الحقيرة. أول أمس الناس راحت شغلها، رايحة نزلت من بيت عشان تروح شغلها، لقيت المترو بهذا الشكل واقف، تذكرة بعشرة جنيه والمترو كان بهذا المشهد. ده حال المترو النهارده. شالوا وزير النقل وجابوا وزير نقل كامل العسكري. والمشكله في المنظومه باكملها. كامل وزير النقل قال لك المترو بيخسر، بس مش خساره في الشعب، مش خساره. معلش مش خساره فيه. اكتر من 50% لكن مش خساره في الشعب. قال لك كامل الوزير بيضحي. اسمع قال ايه. يعني تقريبا 2.5 مليون راجل ان شاء الله باذن الله لما نوصل لعدل منصور ومحطه عدل منصور تشتغل هننقل 3 مليون راجل. خلينا النهارده احنا بننقل 2.5 مليون راجل. ال 2.5 مليون راكب دول تكلفه تشغيلهم رقم بس كده، تكلفه تشغيلهم 15 مليون وشويه، داخل على 16 مليون. خلينا في 15 مليون عشان الارقام تبقى محفوظه. تكلفه التشغيل للثلاث خطوط يوميا 15 مليون عشان ننقل 2.5 مليون. طب يعني لو احنا بحسبه بسيطه كده عايزين نخلي
الراكب يدفع بس ثمن التشغيل؟ لا، التذكره تبقى غاليه قوي. اقسموا معايا. طيب احنا بقى بنجمع كام؟ عائد التذاكر يوميا كام؟ تقريبا 7 مليون. حسبي الله ونعم الوكيل. في بلد اللقطه اللي المترو فيها بيعاني زي ما كل حاجه بتعاني، كما الوزير عمل اللقطه دي؟ قطعت قبل كده تذاكر النهارده ولا اول مره؟ تذكرتين؟ تذكره واحده؟ انا كان نفسي اقطع اول تذكره. كان نفسي اقطع اول تذكره بس انت خلاص كده. زمايلي كانوا عايزين يقطعوا لي بس انا ما رضيتش. ال 5 جنيه دي توديني لحد فين؟ طب لو ما نزلتش نادي الشمس ايه اللي هيحصل؟ هدفع غرامه. قول لكل الناس كده، انت قاطع تذكره على محطه معينه، ما نزلتش المحطه دي هتيجي تنزل في المحطه اللي انت رحت تنزل فيها بالمخالفه، المكنه هتمسكك.